دلوقتي دخلنا على المطبخ. تابعوا معانا بقى. بسم الله. معانا شيف سليم. احنا دخلنا المطبخ. بسم الله ما شاء الله. بابا هذه ايه بيعمل ايه عشان عايزه نعرف بيعمل ايه. الوقت بيعمل رز جمبري خلطه. طب قول لنا المكونات بقى اللي انت بتعمل بيها. ادي الخلطه بتاعتنا، الخلطه الحمراء، فلفل اسمر، بهارات لحمه، ماجي، كمون. الخلطه بتاعتنا الحمراء، الرز الخلطه اللي جنب على الكتف. طبعا عندنا الشوربه السفود. طبعا عايزه تديها الصوره برضو. دي بتتعمل ب لا هي بتعمل معاك معلقه يعني معلقه دي رحمه. دي عباره عن ايه؟ سفود، شوربه سفود. شوربه. ده هنا بيشو. هنا في البيشو. ده طبعا من مكونات السفود. صراحه خلاص. لا حلوه قوي. شويه بس فوق. مكونات سوفيت، فيليه، جمبري، كابوريا، سيفود. طريقة عملها حلوة. تبشر بصل تمام مع برضو جزر مبشور مع كرفس، مع كرفس، مع زبدة، مع مية. تديها غلوة. بعد كده أول ما بتغلي تاخد سواها كلها المكونات في بعض. بعد كده تحطش عليها اللبن وحتة زبدة. تشربي الشوربة ملهاش حل. ايه رأيك؟ لا حلو. اي خدمة. عجبتني. طب الجريل ده بتاع ايه؟ الجريل ده جمبري فلامبيه. ايه؟ جمبري فلامبيه. جمبري فلامبيه يعني ايه؟ تبقى دي عبارة بتتحط على خشبة. حط هنا بصل. هنعمل كده دلوقتي. حط هنا بصل. طلع دخان. طب استنى كده. اسمك ايه؟ اسمي محمد دسوقي. محمد ايه؟ محمد دسوقي. محمد دسوقي. بتعمل ايه بقى؟ بتعمل؟ انا بعمل دلوقتي سوبيت وبولتي وفليه. تمام؟ هو كده لسه طالع من النار. تمام؟ ينزل على حاجة ايه؟ تمام؟ ورق أبيض عشان ايه؟ بيشرب السوبيت. تمام؟ هصوره والله. هصوره. تعالى ادور لك فين. سوكا بس كده الاول. تبله لك سخن. ده المرمي. تمام. حط عليه. استنى. ده سمك فيليه. تمام. ده ايه؟ وده سبيت. ده بيتعمل ازاي بقى؟ ده سبيت بلدي. ده سبيت بلدي بيتقطع ترنشات. تمام. ويتحط في المرنيه. المرنيه هو دوت. ده مرنيه يعني ايه؟ مرنيه بتاعه ثوم ومستارده وكمون وليمون. تمام. وبتحط عليهم خل. تمام. وشويه ميه. بعد كده بتحطي فيه ايه؟ دي تتبيله. بتنزلي فيها بالمقلي. تمام. وبعد كده بتنزلي بالدقيق. تمام. بتبدري السمكه. بتبدريها كده. تمام. تمام. وتصفيها من الدقيق كويس. تمام. بعد كده تنزل على المنخل. وتنزلي على ايه؟ على الزيت. بس لازم الزيت يكون سخن عشان السمك ما يشربش منك. ايه؟ ايوه. تعالي بقى صوري ده الاول. استني بس. هات السمك. هات السمك.
انا ما تبلتوش. لا تبل الفنيل، الفنيل قشر بياض. ده ايه؟ هو هو ده عجبني. تعالي جوه انت بقى. طب هنبص على الجمبري بس عشان الوقت ناكل الاول. بعد ما متبل ده كده اشوفه ما اتبل. بسم الله. حلو والله حلو. قولي للاخر المغرب ايه؟ او المغرب ايه؟ طعمه تحفة بالمصري تحفة. طيب الفول بتاعكم؟ احنا عندنا اشكال. لا دي صراحة طعم حلو، التتبيلة دي حلوة من هي طعم حلو. نطلع بس على الكلام اللي سواء الجمبري مشوي مع الشيف محمد. الشيف محمد صبري على الجريل جمبري مشوي، عرفها التتبيلة بتاعته. ده جمبري اسكندراني، طريقة العمل اسكندرانية. تبل الجمبري، ثوم، بهارات، كمون، كزبرة، ملح، بيتحط في التتبيلة الحمراء، التتبيلة الحمراء طماطم وبصل وخضرة، اسكندراني. اسكندراني، دي طريقة اسكندرانية حضرتك. بنحط الجمبري ونفرشه ونفرش فيه الخلطة. أنا بحب تمام. يا ابيض يا احمر تمام. اشرب لك. لا انا تمام، بس طبق وانا عايش الدور معاك. سمك وسماك حضرتك. انت بقى المسؤول عن الشبكه والصناره. مسؤول عن الشبكه والصناره. ولسه عندنا البوط المشوي، وده جمبري مشوي فلامبي فاير. ده اللي بيطلع على الفلامبي مدخن يا فندم. الجمبري ده اللي بيتحط على الفلامبي مدخن، بينزل مدخن تمام. مدير المطعم دخل علينا المطبخ وكشف الامر معانا. منورينا والله. والله انتوا فعلا انا مستغربكم. ستوا منورين الدنيا والله، وشرفتوا الدنيا ورزقكم حلو برضك الحمد لله. انتوا دخلتوا وربنا كرمنا. ايه رايكم بقى؟ شفتوا انتوا الجمبري؟ حلو حلو. شوفي بقى لما بيطلع بقى بيعمل شو جامد، وهو طالع كده بيبقى منظره كويس جدا. بيبقى فيه طبق زهر، زهر كده هو الطبق زهر، بيتحط عليه ارضيه بصل وفلفل الوان، وبيتحط عليه الجمبري وسقطه زبده صغيره، بيعمل دخان، بيبقى بيعمل شو جامد يعني. بس وبالنسبه للمقلي، بصوا البولتي والفيليه المقلي مش في اي حته بيطلع كده على فكره. المقالي بصي يعني حتى لو يعني مش شارب زيت، احنا في صناعتنا لما نشوفوا حاجه كده بنقول عليها ذهب ذهب يا ناس. انتم مشرفينا والله. انا عمال اكل على فكره، انت معروف عني ان انا باكل بدوق اي حاجه. التتبيله دي التتبيله اسمه المارينيه. صراحه التتبيله عنده ما دي زوينه بزاف، ريحتها كتشهي. يلا حاجه ثانيه نقدمها. دي بقى منظر ده الجمبري الفلامبيه يا جماعه. ده بيبقى مشوي جريل او فاهيتا، بيطلع على نفس الطبق ده. الطبق ده بيدي طعم طعم كده، وبيدي تيست في الجمبري تيست كويس جدا يعني. يعني من غير الطبق ده بيبقى ليه طعم غير بالطبق يعني. بص حضرتك لازم ياخد حته زبده صغيره، بيعمل دخان بقى كده، بيخلي طعم الجمبري فظيع بصراحه، وشكله افظع. عمل السلطه ده الشيفات كلها عندنا من اسكندريه يا جماعه. احسن
فنانين. انتوا احسن، انتوا احسن. بنهاية الحلقة احنا هنختم معاكم بس محمد. بصراحة أول مرة في حياتي كنت كنمشي مع عائلتي المطاعم ناكلوا كل شيء، لكن أول مرة في حياتي كندخل المطبخ. أنا عايزة أدوق البشاميل. وكنكتشف والله والله الناس اللي في المطبخ بصراحة يعني كيتعبوا بزاف. والله يعني بصراحة الله يكون في عونهم. البشاميل طعمها يلا هننهي معاكم الحلقة النهاردة في المطبخ.